Partage, partage. شوفونا الصوت. خوتي بارطاجي ماكسيموم. والهضره اللي غادي نهضرها صحيحه 100%. الهضره اللي غادي نهضرها لكم اليوم 100% صحيحه. شوفوا لنا الصوت مليح. صوت راه مليح. ها جاي طلعوا دوك نهضر، جاي طلعوا الناس اللي حوسوا دوك نطلعوا ودوك نهضوا. خوتي ما تقلقوش دوك نهضروا. صحيت علي خويا صحيت. بارطاجي بصحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين معه أجمعين إلى يوم الدين. إخواني المناضلين، مسؤولي الجيش الوطني الشعبي، جميع الفئات، أرامل المشطوبين، متقاعدين، مجروحين، معطوبين، الجيش الوطني الشعبي، محاربي العش السوداء، الصقر الغليزاني، يحييكم تحية أخوية، تحية الإسلام. السلام عليكم. نبدأ الحديث في هذا بعض النقاط غادي نفهموهم وغادي نوضحوهم للناس اللي راهم غالطين ويغلطوا في الناس، وراهم يقولوا باللي السقف الانجليزي راه يخرط وراه يكذب. يا خويا كيما يقول لك، الايام هي اللي تبرهن والايام هي اللي توري، وما بقاش بزاف قد اللي فات. خليهم يسيني، ما كاش لي سينيالي، ما كاش فهمتوا خاوتي.
اليوم كاينه ارساليه راهي هبطت اليوم ال11 تاع النهار تاع الصباح الى كل النواحي في تسريع وتيره التسويه لفئات مشطوبي الجيش الوطني الشعبي، وهذا الشيء اليوم برك بعد التباطؤ، بعد كما يقول لك التباطؤ في وتيره التسويه. اليوم راه هبط ميساج لكل النواحي ال11 تاع الصباح في تسريع وتيره التسوية. هذا خبر أكيد أكيد أكيد. هبتوا خاوتي، قلنا اليوم هبطت إرسالية لجميع النواحي، ونتحدى أي واحد ده يلعب لي بواطا طخشينا ولا يقول لك أنا نجيب المعلومة. همني ولا ما همنيش؟ أنا كي نجيب لك نعطيك معلومة، مانيش نكذب عليك ومانيش نوم فيك ولا ندير لك في المغناطيس باش ترقد وما تطالبش في حقك. قلنا اليوم حطت رساليه جميع النواحي في تسريع وتيره التسويه اللي مصطوبين الجيش الوطني الشعبي. هما مش دايرين مصطوبين، دايرين مفصولين الجيش الوطني الشعبي لي سيدي، بنوضحوا الامور مليح مليح. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الناس اللي راهي دافع الملف التكميلي بالبركه عليكم، الناس اللي مازالت ما دفعتش الملف التكميلي غادي يعيطوا لكم عبر المنظمه الوطنيه المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي. دفعت الدوسي تاعك الاول تاعك عندها، الدوسي الثاني التكميلي باش تدفعوه في المنظمات، والمنظمه يرفقها المنسق الولائي تاعك وتروح للسيامات تدفع الملف التكميلي تاعك. هذا امر جديد، هذا امر جديد. قلنا جميع اللي ما دفعش الملف تاعو دروك تجي ارساليه لجميع مكاتب المنظمات، رؤساء المنظمه، رؤساء مكاتب المنظمه الوطنيه ما خديتش الوطني الشعبي، يبعثوا الارساليات الملفات الساب كما تجمع من طرف المنسقين الولائيين. شوفوا اش راني نقول لكم على الهضره هذه، شوفوها مليح مليح باللي الناس اللي ما دفعتش الملفات دار وقت تتبعوهم الملف التكميلي. اما فيما يخص التسويه، التسويه راهي في عليا، والتسويه راهي مسايره بصح كانت بطيئه لامور كما يقول لك امنيه ولامور تحقيقيه. راهم كاين الناس كانوا يحقوا في الامور تاعهم في الملفات تاعهم، لان التسويه كانت تقبل بالخبره الطبيه، والخبره الطبيه الغيت راهي الارشيف تاعك بالملف، الارشيف تاعك اللي بالدوسي تاع فيه تقرير قائد الوحده تاعك فيه كلش عليك كلش. فهمني ولا فهمني؟ اما الناس كاين بعض الناس اللي كاين الملف تاعهم راهم اون ناسبونس، راهم حاطينهم اون ناسبونس، لان كيما يقول لك فيهم تيخربيش. كاين غادي تفتح تحقيقات من طرف وزارة الداخلية على فئة المشطوبين باش يعرفوا كاين ناس اللي خرج عنده 20 عام، كاين اللي خرج عنده 23 عام، في هذه المدة ما على بالهمش كان يدير، ربما كان من خارج جماعة إرهابية، ربما حرق، ربما مات. لان على عطاوها وكلوها لوزاره الداخليه دروك ماكش متبع الدرك الوطني، ماكش تابع، ماكش مينيتر تبع الدرك الوطني، راك سيفيل مدني، انسان مدني اللي عنده ملف مدني وتعمل ملف مدني راك مدني ماكش عسكري. نتفاهمو زين زين، هذا الشيء اكيد وغادي تسمعوا به. ثالثا التسويه الحقيقيه راهي مد من 92 2007، عندك المنحة التكميلية ومنحة العطل 10% تاعك اوتوماتيك آلية. اما من 2007 ل 2011 هادو يدو غير منحة العطل، كي يخرجوا جماعتهم البرومو تاعهم يولوا يخلصوا المنحة التكميلية. هادو ضد صوالح اليوم جدد، قلت لكم كي يكون جديد
لكم. انت اللي تقول رايك دابا راي اخر طرايين وفيها، الله يسهل عليك، نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، لانك انت راه قاعدين في الفيسبوك ما تتبع، ما تقول وراك تتبع وتباع، فهمني ولا ما فهمنيش؟ لانك انت كنت صح تحوس الحقوق تاعك، كما يقول لك تبحث تجري تطلع تهبط، وجماعة على ما يقول لك قصرنا قصر لي في الخرجه، يا وراي الخرجه تاعكم انتوما، وراي الخرجه الا بتو 200 واحد في الخرجه هذه، انا نحاسبك من 120 مناظر، نجيبها لك ونجي ندعمك، الا بتو 200 واحد ده انا نجيب لك 120 ندعمك 120 ونجي انا معاهم، فهمني ولا ما فهمنيش؟ قاعدين غير في الفيسبوك تحلوا في فمكم بصح بصح، اقسم بالله ما تجيب غرام تاع معلومه. الحمد لله احنا خدمنا مع رجال ومازالوا خدامين، وراهم هما اللي يعطونا في المعلومات ويبينوا لنا ويقولوا لنا هشكاي لشكاي، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ما تلوموا حتى واحد، لان هذه المعلومات راني نعطي فيها معلومات اكيده، وانا اللي نتحسب عليها، وانا كما يقول لك راني مسؤول، سجلوها عليا سجلوها عليا، فهمني ولا ما فهمنيش؟ سجلها عليا هذه، واليوم راهي بيناتنا، والكاطوس بقى له يومين، لأن المنحة التكميلية ماكش غادي تديها من وزارة الدفاع، غادي تديها من الخزينة العمومية، 10% تديها من صندوق التقاعد. كي توفروا فيها ديك الشروط، فيها الشرطة شروط زوج تفوت للتقاعد، تولي عندك، والناس راهي كيما يقول لك مازال ما فهمتش، المنحة التكميلية هذه، المنحة التكميلية على بالك كي تموت ما يدوهاش ولادك، تقطع لابيك، لأنك ما في صندوق التقاعد، هذه ما وحوهاش، يعرفوا غير الميدان. قلنا المنحة التكميلية هذه كي تموت ما يخلصوهاش ولادك، يسموها منحة تكميلية، لأنك ماكش داخل في صندوق التقاعد العسكري، بيكون عندك معاش عسكري، الفرق بين المعاش العسكري والمنحة التكميلية، كاين فرق، لأن المنحة التكميلية هذه جاية من الخزينة العمومية، ماهيش من البيجي تاع وزارة الدفاع الوطني. كما داروا كما يقول صندوق البطاله كرياو الناس هذه المحاربين، داروا لهم مئة تكميليه تخلصهم الخزينه العموميه، ما تخلصهمش وزاره الدفاع، وزاره الدفاع خلصك 10% برك تاع لانفالي. كي يكونوا عندك هذ الشرطين من للقدام كاين قرارات اساسيه، وليس بعيد بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي 4 أوت، غادي تسمع القرارات الجديدة، بركا ما تقولبوا في الناس، بركا ما تكذبوا على الناس، ماشي كاع لي في القهوة وتقول لي عندي معلومة، راك تكذب، حرك على روحك، بوجي تاكل الروجي صاحبي، ماشي كاع لي في الفيسبوك راك تخرط، راك تكذب، منا انت رخيص يا خو. معليش حنا تحملنا هذا الشيء، ونقول لكم حاجه، انا المعلومه كي نجيبها ما نجيبهاش من راديو تيليتوار، انا ما نجيبها من عند المشطور كيما انايا، نجي فيها من عند الصح، كنت راقب اول في الامن، ما كنتش خراي، ما كنتش سكام، وراهم صحابي معايا، وراهم يتفرجوا في اللايف وخدموا معايا، وراهم مديري تريتي يعرفوا العقليه كي دايره، فهمني ولا ما فهمنيش؟ قاعدين تكذبوا في الناس، حنا رانا ننوروا فيكم ونقول لكم شنو نسمعوا شنو يقولوا لنا، بصح انتوما والله ماكم وجه نوير، وجه اللي جرجركم ويقيسكم في الحبس، هذاك هو تبعوه، بصح اللي ينوركم ويعطيكم المعلومات ما تهضروش، تولوا جايبينها مورا، هيا قولوا لهم شنو قالوا لهم الحد اللي فات كي دخلوا الله لدين ابراهيم، على ما يصرحوش بيها،
هلا ما يصرعوش بها، قالوا من 92 2007 عندك المنحه التكميليه ومنحه العرض. 2011 عندك غير منحه العرض، يخرج برومو تاعك تدي المنحه التكميليه. وجماعه اللي عندهم ملف عسكري هما اللي يفوتوا مع صندوق المعاشات العسكري. هادو اللي يفوتوا المعاش. اما انت عندك منحه تكميليه تخلصك فيها الخزينه، ما تخلصش فيها وزاره الدفاع، ما توفرش فيك الشروط باش كما يقول تولي تنتمي الى صندوق التقاعد الوطني، الجيش الوطني الشعبي. فهمني ولا ما فهمنيش بوريرو؟ هنا ماشي نغلطوا فيكم، هنا ما ناش نكذبوا عليكم، نسمعوا المعلومات، رانا ننوروا خاوتنا، رانا نمدوا خاوتنا اللي دايرين فينا الثقة، واللي يعرفونا شنو نسواو، ماشي الذر. فهمني ولا؟ حنا ماناش زراري، رانا كبار، مانيش غريان، مكانش اللي لعب عليا، مكانش اللي طيحني على راسي، مكانش اللي طاول عليا، مكانش اللي لعب بطاطا خشينة عليا ويقول لي مناضل والميدان، نعرفوه الميدان، الميدان راه باينين مواليه، شكون اللي يخرجوا؟ ولا بغيت تخرج الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، انا ما نقولش ما تخرج، خرج بغيت طالب حقك روح طالب حقك، بصحت ليا وين انا ماشي نكسر لك في الخرجه هذه، ومانيش نحوس عليك يباصوك، ومن بعد هما يقعدوا برا وانت والديك والاهل تاعك والولاد تاعك هما اللي ينغبلوا، هما اللي ينغبلوا. ولكم مكذبيني سقسوا الناس اللي دخلت السجن تاع بني مرات تاع البليده وصرا فيهم قاعدين الله يطلق صراحه في الفيسبوك ماذا بيتين بالشر. انا عندي انا عندي جماعه كانوا عندنا زوج من غيليزات، الحمد لله عندنا رجال في غيليزات قاموا بهم حاجه ما خصتها، بصح الولايات الاخرى ما كانش اللي يحوسوا، وديجا راه قالها لكم هشام الله يطلق سراحه. فهمني ولا ما فهمنيش؟ ما تلعبهاش عليا انايا، لعب على اللي كلاك حقك شي، انايا انا الا مناضل كيما نتايا، انا مبسوط كيما نتايا، ولكن نسمع الخبر من الفرحة تاعي نبغي نفرحكم، ماشي بان نومك. فهمني ولا ما فهمنيش؟ هنا ماشي نبيعو ونشرو، كاين الناس تبيع وتشري في الملف لأغراض سياسية انتخابية باش تكون في علمك. تاع السنجوي قاعدين في السنجوي ويصوروا في صاحبهم يباتوا فيهم يجي هاهم عليكم اصحابنا انا هما هنايا حاضرين وعارف روحو شكون ارجع نسلكم من هذا الامور ارجع نبان الدعوه واقسم بالله الى خسرتكم بالواحد بالادله بالادله كي نقول لك بالادله بالادله والله ما نهضر دروك بصح تفرى لافير واقسم بالله الى خسرتكم بالواحد وبالدليله ماشي رانا نزعقوا. المهم خاوتي الانسان اللي راهي هبطت اليوم اللي تسريع وتيرة التسويه كاين اثنين، اولا هذه الاول، اثنين كاين كيما يقول لك لونكات عليك، واش درت في المده هذه اللي خرجت فيها من الجيش الوطني الشعبي؟
واش درت؟ لانك راك محارب وفي نفس الوقت جيش احتياطي. هذه الدوله ماشي راكده، جيش احتياطي وشكون لهم فيه؟ وزيد لم يعيطوا لهم اجراء تاديبي ولم يدفعوا في الملفات التكميليه. جماعه اللي داين من حته الصرف، لان جماعه نهايه العقد ما كانش يعطوا لها الصرف. هي جماعه الاجراء التاديبي اللي عطاوهم من حته الصرف، ومن حته هذه غادي يقلعوا على بالضروب. هذه قالوا هذا مسمانه اللي فاتت في دين ابراهيم ما يصرعوش بها. الحية اللي تاخر تنور المناضل ما يصرعش بها، بصح الحية اللي تهلك المناضل يحوسوا ليها الكونة. أنا ما تلعبش بيا أخويا، أنا خادم 12 عام و6 أشهر، مانيش خادم عام. وما تلعب عليا انت ولا غيرك. هذا هو الشيء اللي كاين. كاش جديد من الحد رانا نقولوا عليه، ولا ليست 1200 اللي كانت راح تخرج في النهايه العسكريه الثانيه ما خرجت. اني لي ان شاء الله بالحد، ان شاء الله بربي يكون خبر جديد الناحيه الثانيه. هذا ما نقول لكم خاوتي، وتصبحوا على خير وإلى سلامة، ودوا بعون الله وعافية، والسلام عليكم.